ما تبصره العين قطع حلوى موجهة للأطفال، غير أنها تخفي خلف ألوانها سما قاتلا كان ليمزق أعصابهم. فعندما يغيب الضمير يستباح كل شيء. مصالح الأمن الوطني بوهران تحبط مخططا إجراميا خطيرا كان ليسمم ولايات غرب الوطن، يستهدف الشباب وحتى الأطفال، ليس لترويج المؤثرات العقلية فحسب، بل تجاوز الأمر لإنتاجها في ورشة سرية لصناعة الحلوى، حولها صاحبها رفقة شريكه إلى مصنع لإنتاج الإكستازي. عبد الملك، أنا مطيب مغنية، لاتولي تاعي أنا جاية في مغنية، هو بغى ينفستي في هذا الموش نتاع اللي يخدموا الإكسترا وكاع، بغى باش يخدمها هنا في الجزائر. المسمى باع عبد الملك شاركه في مخططه مجرم هارب بفرنسا، ويتعلق الأمر بالمدعو كمال الذي لقنه كيفية تحضير مخدر الإكستازي، والذي تولى مهمة شحن المادة الأولية MDMA التي تدخل في تركيبته بطريقة غير شرعية إلى الجزائر، مرورا عبر ميناء وهران أين كانت عيون الأمن الوطني ترصد العملية. هذه المادة صبتها لي كمال من فرنسا، وهي مادة أولية اسميتها MDMA، يصنع بها الإكستازي، غبرة تتخلط صوالح يتخلطوا بزاف وكاع، ومن بعد الماشينة هي اللي تخدم، هي اللي تخرج لك هذاك الحب. كان يبعث لي فيديو تاع كيفاش يخدموا تاع الإكستازي كيما نقولوا، كيفاش يخلطوا وكاع، وقال لي شري لي 5 حبات تاع الإكستا وصورهم لي وصيفطهم لي، أنا شريتهم وصورتهم له وصيفطهم له باش يعرف واش راه يدور في الصور. بتاريخ 19 أفريل 2023 تصل باخرة إلى ميناء وهران قادمة من ألميريا عناصر فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، وعلى ضوء معلومات مؤكدة حددت الهدف، وبعد عملية تفتيش دقيق للمركبة انكشفت حمولة من المخدرات والمؤثرات العقلية كانت مخبأة بإحكام، تمثلت في كيلوغرام من الكوكايين 50,000 قرص مهلوس من الإكستازي، بالإضافة إلى كيلوغرامين من MDMA المادة الأولية في صناعة الإكستازي، كانت موجهة للمدعو باع عبد الملك لمباشرة التصنيع. الماشينة اللي عندي أنا فيها 4 مواشن، ولا فيها المالاكسور وفيها الإكستريدوز وفيها الطابي وفيها الماشينة اللي تقص وتغلف. 25 أفريل 2023 عناصر ذات الفرقة تقتحم الورشة السرية بمغنية، والتي كانت ستحول لمصنع لإنتاج الإكستازي، أين تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي باع عبد الملك وحجز كمية من الكوكايين والآلات التي جهزها لبداية إنتاج السموم وترويجها مموهة في قوالب الحلوى. تواصلت عملية الترصد للعناصر المتورطة في الجريمة، أين تم توقيف 4 آخرين وحجز 3 مركبات استعملت لتنفيذ المخطط الإجرامي، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي مقدر ب210 مليون سنتيم. هذه العملية جنبت كارثة كانت ستحل بأبنائنا، نسج خيوطها عديم الضمائر الذين تجردوا من إنسانيتهم لإنتاج وبيع نشوة زائلة سرعان ما تتحول لموت محقق، لأنها ليست حلوى بل سم قاتل، الجزء الأكبر منها كان موجه للأطفال المتمدرسين، أين ندعو الأولياء لتوعية أبنائهم لأخذ الحيطة والحذر. وستبقى هذه المعارك مستمرة لوأد كل المحاولات التي تستهدف أمن الجزائر وسلامة أبنائها، فمهما حاول الجنات ابتداع وتجديد أساليب التمويه تبقى يقظة وحنكة رجال الأمن الوطني بالمرصاد.